من غلاكم كل خير، من غلاكم كل نجم يشع يضوي في سماكم. يا هلا والنور يسري في رباكم، جينا نسعى للأماني من غلاكم. كم وكم ذكرى بتجمعنا معاكم، في دروب الخير ما أبهى لقاكم. العبيد 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 العبيد. نعم يبا. وينك الله يصلح؟ موجود. ايش بغيت يا اخي؟ رفعت ضغطي، رفعت ضغطي الله يصلح بيه. وش بغيت وش بغيت؟ انا مسؤول. وينك وينك؟ صار لي ساعه اصيح لك يا عبيد يا عبيد يا عبيد. طيب ما في ذا البيت الا انا. الله يهديك. ايش فيك ايش فيك يا اخي؟ رافع ضغطي هالولد هذا، رافع ضغطي. السلام عليكم. السلام عليكم يا الدار. السلام عبد الكريم. عبد الكريم اسرع لا تقول والله ما تقول والله ما تقول. الله يسعدك الله يسعدك. الفردوس جعلكم الفردوس جعلكم الفردوس ومن يسمع. يا هلا وسهلا. شلونك؟ طيبين عزك طيب. وشلونك؟ حسن ما اشوف صوت. ولد الله حسن ما في عباد جيد يا اخوي. رافع ضغطنا يا اخي ما يحترم الشيء. والله انا نحسب انه جاي شيء وقلت انه طايح وقلت استمان الحق عليه. ضغط هالشيبان وعيال هالوقت ما نقول. ايش في اخوك عبيد؟ والله جنن يا شيخ. ابوي ضغط وسكر والله العظيم. امي دمعتها في البيت بهدلنا في البيت. الله ربي جابكم. الحمد لله الصوت طلع عند جيراننا ما انفضحنا عند ناس ثانيه. وين عبيد الله يسلمك؟ وين عبيد؟ يا عبيد ادع له بس لا تدعي عليه. يا عبد الله من الشيطان ادع له لا تدعي عليه تكفى. يا عبيد نعم. ها وش بغيت؟ تعال تعال يا الشيخ سليمان والشيخ حسن يقول. تعال عود بالله من الشيطان. عود بالله يا حلو عبيد. يا رجال ليش طيب الحبيب؟ سلم على هلا هلا. حياك الله. حياك الله. مرحبا. الله يسعدك. الله مرحبا زارت الفرح. خلي خلي عندك ليك. تعال يا عبيد يا حبيب. استغفر الله. استرح يا الله الشيخ عبيد. والله يا شيخ سليمان بقولها بوجهها. ابوي مشتكي منه وضغط وسكر وامي دمعتها في البيت. ليش؟ والله العظيم يا شيخ بهذلنا. رفع صوته على ابوي ما يحترم كلام ابوي. والله ايوه رفع ضغطه على ابوي يا شيخ ونرفزنا في البيت. والله العظيم اني ما قدرت اطلع حتى لدوامي اللي بس جنب ابوي. ليت على ابوي وامي في البيت دمعت. يا شيخ البيت هذا ما فيه الا انا. اخ اسمع كلام ابوك. طيب البيت هذا ما فيه الا انا. وسع صدرك يا حبيبي. ولا كان خلق في هذا البلد الا هذا الولد. قل لا الله قل لا اسمع كلام ابوك. تعود من الشيطان. قل عود من الشيطان يا حبيبي. زكت والله اني زكت يا ابو عبد العزيز. قل عود من الشيطان. قل عود من الشيطان. ما يعرف لنا ما يدعي لنا ما عجزني وانا تو صغير في السن. قل عود من الشيطان الرجيم. قل عود من الشيطان الرجيم. قل اعوذ بالله. قل ثاني مره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابو عبد الله عبيد كيف حالك يا عبيد؟ حياك هذا الشيخ حسن بن بعود الشيخ عبد الله. الله يرحمه. والله يا مرحبا. امورك طيبه؟ والله الحمد لله. والله انا تبي الصدق قبل ما تجيهم يقولون ذا الشكاوي قلت بيطلع لي واحد انه على ما قال وحش وحش هذا هذا وجهه على ما قال وجهه ما شاء الله مسفر مسفر ما شاء الله. اي والله اي والله صدق عاد يوم ويومين تشوف الشيب في الراس. عاد صدق صدق يا عبيد انت قلت كلام زعلان منه وسبحان الله ما ظنيت الا ان ابوك يحبك حب المهم. اي أيوة والله لانه ما نادي تقول انت ما نادي لنا. يا حظني ما ناديه الا ابوك. والله يا حظ والله اني احب امد اخواني. والله يا حظ يا اخي كل انا ما قال احد يفرح بان انا ما قال ابوه هو اللي يخصه بين من اخواني. يوزع الحب بين الشباب الموجودين من العيال اللي فيك. شو يوزع الحب يعني شركه مراعي؟ هذا مزكين اذا كان هذا الحب كله. لا 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 يا ابو عبد الكريم مساك بالله تحب عبيد ولا ما تحبه؟ والله ما احبه بس عسى الله يصلحه ويهديه. امين امين. ادع له ادع له ادع له ادع له. بيض الله وجهه. يا عبيد يا عبيد الله تعالى يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ويش؟ وبالوالدين احسانا. وبالوالدين احسانا. متى يا ابو عبد الله؟ هم صغار شباب الوالدين ولا ما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اف كلمه اف لا تقولها. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. الله ويا عبيد اخفض لهم جناح الذل من الرحمه يا عبيد. وقل رب ارحمهما. من اللي رباك؟ من اللي قال يسهر عشانك؟
اي والله كم دمعة هلها علشانك وكم ليل سهرها علشانك والله يحتاج كلى والله هو بيقول انا اخذ كلاي نعم اشهد بالله والله لو تمرض اني مالك كله يجمعها ليل نهار حتى البيت اللي ساكنه الان هذا والله نبيع علشانك اشهد نعم اي والله من اللي بينفعك خذ اخويانك يا اخي عبيد احمد ربك ابوك على ما قال يشيل الحياة يوم صدم سيارته اسحبوا عليه ما حد ربعه والله ما حد جاي يا شيخ وابوه ابوه وقف معه بغى يتسلف يعطيه الله اكبر والله يا اخي ثم والله انه ما في شرور في الدنيا يقول ابن القيم والاخر اجتمعت الا بحقوق الوالدين ولا في خير في الدنيا والاخره عبد الله اجتمع الا بر الوالدين الله هي سهله يا شيخ ترى يعني من محاسن الشريعه انها جاءت بعد التوحيد الايه اللي قراها في شيء يعظم التوحيد الله وبعدها الوالدين وبالوالدين احسانا رسالة مريم قال رسول الله سئل ابن سعود قال أي يعني ما أعظم الذنوب يا رسول الله قال أن تجعل لله ندا ثم قال وعقوق الوالدين أسرع الذنوب يعجل بها أكفى يعجل بها ترى والله القصص الأولين والآخرين يقولونها يا أبو عبد الله ونسمعها من جيبانا وأنا الآن كبر سني ورقع عظمي والله إني أشوف أثر من عق والدينه في الستينات والسبعينات ميلادي احنا 2017 1437 1438 صح؟ إلى الآن أعرف قصه هو اللي عقع عام 1390 هجري 95 و 1400 بعد 38 سنة شفنا أثر عقوق والدينهم في أولادهم والله بعضهم يشوت ولدتك يشوت قوتك الكورة يا حول قسم بالله دين ترى والله دين واحد الأردني يقول يلا يوفق يقول إني واقف عند الباب كرم دوت المياه الساعة 3 في الليل شايل أبوي يوضيه عشان ابوه مقعد ويحب يتهجد اخر الليل وحاط ابوه وقعد يوضيه عشان يصلي يقول لهم دريت ولدي عمره 10 سنين واقف وانفجع يوم شفته قلت ايش يقول الاردن يقول قلت ولدي ايش كومك يا ولدي ايش عندك يقول قال لي يا بابا انت كذا تسوي بجدي انا لما اكبر لما تكبر انت وانا كذلك اصير موجود وانا اصير شاب مثلك اسوي بك مثل ما سويت بجدي وسوي جده ما بيقوم به بره لانه شافه بعيوني يوضي جده وابوه وينظفه وواحد ثاني بالعكس قصه مشهوره من رجال العماره هاي البي اي بي التجار راي رجال الله في الدنيا واخرتها ابوه تضايق له وحط له ملحق اذا جو ضيوف ما ضيوف ما يوريهم ولا ابوه نسال الله السلامه للعقوق واراد الله انه مات ابوه يوم ما تقول طبعا غسلوه وصلوا عليه بعد يومين ثلاثة جو يضفون اللي في الملحق وجو يشنون صحون جاء ولد الصغير اللي عمره 10 يركض يشيل صحن وياخذه عنده كان استغرب ابوه اي صحن صحن بلاستيك اي وخذه يركض فاستغرب ابوه ولحق وراه قال تعال 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 يا فلان ليش تو عمره 10 11 ليش اخذت صحون زي ايش تبي بها؟ قال عشان يبا لما تكبر مثل جدي احطك من نفس الغرفه واجيب لك صحون الله يا ايش رايك؟ هذه قصه واقعيه ما لها سنتين البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان والله يا شيخ اني اشوف اخوياي اللي ميت ابوه انه يتقطع يقول والله اني عض الفرشه اللي كان ابوي جالس عليها وامي واخوي سوي انا يا اخوي انا ادرك اخوياك انا ابوي مات وانا صغير اتمنى منيه من ربي اني شفته قبل والله لو يقال كان ايام حتى الوالده قبل والله العظيم يوم راحت وانا كبير وانا متزوج وانا عندي عيال والله العظيم اني لو قيل لي قسم بالله تخسر عيالك كله وتبقى يوم واحد بس يوم واحد تعيش وبعدها نروح كلنا لا اخترتها هذا تبقى سهله ريحتها يا اخي ريحتها والله البيت اللي دخلته وين ابوي وين امي انا ادري جنتك يرضيك يا بيت والله صدق بالله يدخلون ناس اجناب جيراننا يحلون بين شخص وابوه لا والله بدل ما انت تكون سند ابوي ولا انا نكون سند ابوي احنا نجيب ناس يحلون مشاكلنا تكفى يا عبيد واخذ انت راعي باد وتعرف سلوم البادي اخذ جناح الذل لوالدين اكرم وعامل بصفات حميده الفضل لله ثم للوالدين وصابهم من قبض الارواح بيده وصابهم سيد المرسلين ها مي سهله مساله والله من حاسن شريعتنا غير المسلمين ترى حطوا عيد ام وعيد اب صعليه عبد الله انيك احنا اوروبا وبريطانيا ما شفنا روحات عيد اب عيد ام ليش لان ناسينا بام واتم ام حنا لا يا حبيبي قال صلى الله عليه وسلم ايها العاق اعمل ما شئت فلن تدخل الجنه اعمل ما شئت فلن تدخل الجنه باقي قلبك قاسي يا عبيد تكفى يا عبيد طه هذه حبه راس اخي ابوك والله العظيم والله ابوك بكره ان يجيك زوجه ويجيك عيال نشوف السعاده في الدنيا قبل الاخره وان عقيت ابوك والله يجيب لك الله مره ترتب حواجبك ونشيبك قبل مشيبك الوالد لا تتعداه ولا تعدى رجلينه والله لا تعدى رجلينه ولا تقول شف عبيد لا تقول ما ابوك سامحني لا تقول سامح ولا تقول امك سامحني ترى شف ان جيتهم انت وضميتهم ورضيتهم والله انهم تراهم سامحينك وتراهم سامحينك حتى وانت على عقوقك
وشلون عادي تراجع لهم سبحان الله ما يبيها كلام ما الله ما في ارحم من امك بعد الله سبحانه وتعالى ابشر بالخير ترى ابوي اذا طلب منك حاجه اقسم بالله انه باب خير افتحه ربي لك قم تكفى يا اخي انا بسالك انا سليمان جبيلان لو تسالني الان تقول ابو عزيز انت والناس والسمع والله كله بخير الله وعبد الله يدعو دائما يقول سبت من؟ برك والدك برك امي انا ما لحقت ابوي ما تبغي اربع سنين عبد العزيز يطلع يوميا والله شوف يجي من الرياض انا اعرفه كل يومين ثلاثه يطلع مشوار يدق شوف بيت الله سبحانه وتعالى ما في من اجر مئات الف صلاه وكل شيء ومع ذلك ينسى الاجر عشان يسوي ما يقول له بروح الحرم يقول بروح لامي كبيره عجوز قاضيه مع ذلك كلها امي رجال كبير يمكن يعني مثلا 50 الحين يمكن ومع ذلك يقول امي هو الزمان وصلي بالمسجد جنب اختي والله صلي واطلع يلحقون الناس يا شيخ محاضر قلت لا والله اخوي انا جاي لامي قاعد عند امي الرسول قال انزل امك ابوك ابواب الجنه تعرف قدرهم بكره كلها يوم ليومين وتزوج وتعرف لنا دين الله يجزاك تكفى ابشر بالخير الله يجزاك الله يجزاك خير الله يجزاك خير حب راسه وحب ايده وحب رجله ترى والله ما تلحق جزاه يكرمك الله يبارك تسلم ادع له ادع له ادع له يا ابو عبد الكريم الله يبيعك في خاطرك على شيء تكرم يا ولدي ادع له ادع ان شاء الله ما شاء الله كيف يستقبلك تكفى ادع له سحابه صيف اي ادع له تكفى ادري اني اخطيت عليك تكرم يا ولدي تكرم وادري اني رفعت صوت لا تسلم خليها تسلم ادع له ادع له خله يقول لي بنفسه تسلم الله يبارك سامحه وخله وان شاء الله مقصر معك لكن الله يبارك حصل خير جل من لا يخطي الله يسعدك الله يبارك امين ادع له ادع له سامحني يا ابو الله يبيعك وفقك ويسعدك تسلم الله يجزاك شرف الخير يا ولد ارجع محلك تعال خلنا نكمل الله يسعدك الله يوفقك الله يسعدك شرف الخير تعال الله يجزاك خير الله يوفقك الله يجزاك نبي كل ابن زي كذا يا ابو عبد الله صح؟ كلنا احنا بشر قد نخطي خير خطائنا اي كلنا احنا قد نخطي اهم شيء نرجع الدمعات تراها غاليه عند ربي الله اكبر لانها حجاب عن النار امين يبشر حجاب عن النار ابشر بالخير آمين. وكل بني ادم خطا خير خطا انت وابي نعم ولو لم تذنبوا لاتى الله بغير عيب يا رب شوف رب الرحمه استغفرون فيغفر الله الله اكبر الله من اكرم من الله من احلم من الله الله اكبر الملائكه تقول لا اله الا الله على حلمه بعد علمه الله اكبر الملائكه تقول لا اله الا الله على حلمه بعد علمه ولا اله الا الله على عفوه بعد مغدرته الله سمعت يا شيخ والله يا ابو عبد الكريم انك هذا ابشفت يعني حتى قبل وعفو اصفح فانا اقول والله كل من يناظرنا لا كل من يشاهدنا احنا بشر قد نخطئ على امهاتنا نخطئ على ابائنا لكن نتوب ونرجع كما قال الشيخ وخير التوابين وخير ايش الخطائين فارجوكم يا مشاهدين يا كرام يا حبايب كل من له اب يلزم رجله كل من له ام يلزم رجله والله تراهم والله ثم والله ثم والله انهم الشمس والقمر في الدنيا صح ولا مو صح يا شيخ وش سوره يوسف اني رايته أحد عشر كوكب والشمس والقمر مين والشمس والقمر أمه وأبوه هذا أمي وأبوه يا شيخ والله تنور حياتك الله أقول كل من شاهدني فرصة تفضل حسن اختم الله يجزاك خير والله الآية والله أنا أقول الحمد لله يعني الحمد لله الناس فيها خير والحمد لله أن جعلنا مسلمين وأننا نحتكم لكلام رب العالمين ونستأنس والحمد لله سبحانه وتعالى اللي علمنا قدر هؤلاء الآباء وقدر هذه الأمهات الحمد لله والله نعمة من الله سبحانه وتعالى فأنا أقول حقيقة يعني وأقولها يعني أن الموقف هذا اللي صار وهذه قصة ما أبغاها تكون خاصة أبغى كل مران يشوفها وكل واحد يرسلها لأحبابه وإخوانه ويرسلها حتى يتذكر لأن الإنسان طبعه يغفل ذكر لا يتكفر يتذكر اختم بقضاء ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما اللهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله يجزاك خير هذا حب لك طيب يا الشاب وختمنا الحلقة هذا منكم وإليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من غلاكم كل خير من غلاكم كل نجم يشع يضوي في سماكم يا هلا والنور يسري في رباكم جينا نسعى للأماني من غلاكم كم وكم ذكرى بتجمعنا معاكم في دروب